وسكن العمران والمدينة على الموافقة على عدد من المشاريع السكنية باختلاف سياقها لسنة 2019، حيث جاء ببرنامج ب90 ألف وحدة سكنية لصيغة عدل من أجل الانتهاء النهائي من الطلبات الموضوعة. بالنسبة لوكالة عدل، المشروع جاء ب90 ألف وحدة سكنية للانتهاء تماما من كل الطلبات، والناس اللي كان عندهم الدفعات بهذا البرنامج في 2019 على الأقل وفرنا التموين باش ننطلقوا في المشاريع وننتهيوا من الطلبات. كذلك كنا جاء المشروع بالنسبة للسكن الريفي اللي يبقى من الأولويات، فيه سكن ريفي حصة تقريبا 60 ألف وحدة سكنية بالنسبة للشمال، بالنسبة للضاب العليا، وكذلك حصة معتبرة بالنسبة للجنوب.